الحقيقة نحن هنطرح موضوع بنفتكر انه موضوع مهم جدا بهم كل الناس، وارجو انه اثناء العمل اذا حبيتوا تشاركونا ممكن تشاركونا اثناء العمل او بعد العمل تقولوا وجهة نظركم ورايكم، وان شاء الله مع بعض نقدر نقدم حاجة مفيدة للناس كلهم. كتر خيركم، بارك الله فيكم، نشوف. الو، هيا سعدية، معاك سامية، سامية الدلالية، لكن بيتي حلت. قلت لك انا عايزاك تشتغلي معاي، انا محتاجة لبنات كتار يشتغلوا معاي. ايوه، انت تقولي شغالة اي حاجة، ببيع طعمية، ببيع لقيمات، لكن بعد ذاك انا بضيك الموضوع اللي بيجيهك ويميزك، مكان البيع يا بتهي الجامعات، الاحياء السكنيه، المؤسسات، تعملي فيها دلاليه شايله لك شنطه كده وماشيه، الحاجه دي بشيلوها كيف؟ انت قايله شيء صعب يا بتهي. انا بقيت اشتغل في حاجات حديثه، بانجو؟ انت من زمن البانجو يا بنت؟ بانجو شو؟ لا 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 لا، حاجات خفيفة وحملها سهل تشيلها كده ان شاء الله في المطبقة بتاعتك. اقول لك حاجة، ظهرت حاجة جديدة اسمها شنو؟ الخرشة. خرشة يا بنت؟ الخرشة دي حبة يا بنت، الخرشه دي حبه شايلها كده زي تجمع الحبه بتاعت الازبرو. ايوه، مرات يحطوها في الشاهي، والله يقول لك حاجه لو بنحتها في المواصلات زول بذلك ما في، والله جد. اي، واقول لك حاجه، اوعى اوعى لما القروش تجري في يدك تمشي تلبسي لي كويس، ولا تركبي لك عربيه تعالجي في نانا. شايلة موبايل ريبيكا، بس ريبيكا الجلاكسي يا اختي، ده هسه في البيت، والقروش حقتي يا اختي امشي الغاهرة هناك استمتع واتفسح، بيعرفني منه. بقول له انا ماشي اجيب بضاعة، ماشي اجيب تجارة، لكن اقول لك حاجة، ظهرت حاجات رهيبة، حاجات ماشي اجيبها من برا، حنعنش بك نعنشة. شفتي في بودرة تمسحيها في خدك كده وتمشي الجامعة، تسلمي على البنات بتاعة الجامعة كيف؟ بعد يومين البيت تجي تفتش عليك، تفتش علي سلامك ده. هاي يا بي سامية الدلالية، دي انتهى الزمان، انا حسي بقيت حاجة تانية، لكن لي ناس الحلة بس ظاهرة سامية الدلالية، الشباب في الحلة الحاجات زادة يا اختي، عندي لها مسميات، يعني داير حاجة من النوع التقيل، داير يقول لي حلة بريستو، داير حاجة محلية يقول لي داير كمشة. اي كده يا اختي، لما عندك اي مشكلة استقطبي لي بنات، جيبي لي بنات كتار، الشغلة دي دايرة ناس، دايرة موزعين، انا دايرة مروجين. ايوه يا بنت، لازم نروج، لازم توزعي لي. اي كويس، خلاص انا عندي موضوع ماشية وجاية، يلا. شنو انت قاعد لي تيوم كذا يا حبه يا اخي؟ ما تتحرك معاي شويه يا اخي، ما تفهمني يا اخي للنهايه يا اخي، عشان تعرف مصالحك وين. منو؟ انت ذا؟ شنو؟ شنو شنو شنو؟ انت شربت شنو اصلا؟ يا تو انا مهنا قلت لك من ما 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 تيجي معاي ولا تشربه معاي. يا تو بتفضحنا يا اخي انت يا اخي، يا تو شنو وتقعد معاي يا حبة الراحة، ما تكورك يا الراحة شنو يا اخي، ما من الصباح انا بتكلم معاك بقول لك يا اخي شنو كده، ما تعرف شنو كده، ما تعرف، ما جايب لي خبر، مشغل لي الالي، مشغل لي الالي كانه انا ما بتكلم معاك يا حبة يا اخي، ما قلت لك اتبحبع شويه عشان تلقى حقه يا اخي، عشان تلقى حقه، عشان تلقى تشربها.
ما تجيني كلها مره مدلدل يديك ساعه يا اخي. اتحرك معانا يا اخي وافهمني، المره دي بتتغيب تبسطها معانا، ما تخاف. مريته يا اخي المره الدلاليه يا اخي. الدلاليه بتاعت الموبايلات دي؟ الدلاليه بتاعت الموبايلات وبتاعت العده وبتاعت كله كمان. افهمها افهمها بس افهمها ان شاء الله تفهمها لي يا رب. يا تو يا ود الناس، انا بتكلم معاك كويس، بدل ما كل ما يوم تيجي تضايقني انا في الحاجه اللي انا بجيبها وشرب يا اخي، بتشرب يا اخي بتشرب، شارب لك زي 17 سياره يا اخي. يا اخي انت جايبه من جيبك يا اخي، شنو يا اخي؟ ولا تشرب 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 شرابنا وما تفهمنا؟ ما تكورك يا ما تكورك، بالراحه بالراحه، كلها 12 سياره بالراحه. بعدين المره دي بتاعت موبايلات، ماله مالنا يا ود الناس. دار اقول لك حاجه، افهمني افهمني، المره دي بتحرك الليب. كيف بتحرك الليب؟ بيتحركوا كده بيتحركوا. منو؟ ما يا المرة دي منو يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي، طيرت في راسنا، طيرت في راسنا، طيرت في راسنا. طب ما تولع واحدة تانية يا اخي. اسمع، انا بعت الخاتم بتاع الحج امس، الليله ما بقدر ارجع البيت، امشي ابيت معاك. خاتم الحاجة ده بيته قبل 3 يوم يا اخي، انت مكسر معاي في البيت يا اخي. خاتم الحاجة ده حقه كملنا زمان، كملنا شمومه يا حبه، كملنا شمومه. والموبايل بتاع الحاج؟ الموبايل بتاع الحاج شاله بتاع البتاع ذاته بتاع البتاع. اسمع، ما في حاجه يا سيدي؟ ما في حاجه يا سيدي، انا امشي للمره دي نعنسها، خليها انت تشغلك معاي، انا شغال معاها بصريح العباره في واي حاجه، لكن بعد اتحرك اتحرك، خافها من اللعب، خليك معاها كويس، ما تعمل لي بوامتك دي ترفضك كمان يا اخي. مالك يا اخي؟ تشغلني موبايل؟ اديني طوبة ولا اديني 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 مصيبة زمان. مالك يا اخي؟ سليت روحي يا اخي، سليت روحي يا اخي. يا اخي المرة دي بتبيع بنجو وحياة تانية حامياني، دايرين انك انت تقوم تشتغل معاها. مرة منو؟ بالطريقة دي حيقبضوها، تخيل المرة دي بالطريقة دي حيقبضوها، قبل ما تشتغل معاها حيقبضوها. قبضها منو؟ يا اخي التوقيت ما بتعرفه اللي بيقبض مسطول ليه يا اخي؟ انا ما مسطول. ها شارب ساي دارت تقول لي شارب ساي؟ كلها 12 سيارة يا اخي. 12 سيارة؟ ما خلتك هذا ناي ساي ليه؟ وليه؟ المرة دي يا اخي، المرة دي كويس بتشتغل في الممنوع. ممنوع شنو؟ الممنوع ده، الممنوع الشارب وانت ده. ده ما ممنوع الشارب وانت ده. ما ممنوع. ما ممنوع بالنسبة لك انت في راسك بس، دي دنيا في راسك انت. اسمع، اها ما عندنا حبوب؟ والله اتطورت وبقيت تفهم. والله اتطورت وبقيت تفهم كمان. في حبه كده قالوا خدتوها في الجبنه تظبطك تمام يا زول. اي شيء خرشه شاشه بندي يا زول، دوكو، اي حاجه، اي شيء اي شيء اي شيء موجود، داير بودره، داير طرقة، داير رهيفة، داير لومة. وي 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 يا زول، هوي بتتبسط بتنبسط عادي كده بتنبسط. نمشي له؟ ها أه؟ نمشي له؟ نمشي له؟ ومنو؟ ومنو يا أخي؟ منو؟ مرة 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 دل الدلالية، الدلالية سامية بتعرفها؟ عندك جبنه؟ خد فيها حبه. الحبه دي بنضوق ليها، بنضوق ليها. مش ليه؟ نحن هسه دايرين لك تصرف لينا بضاعه، بضاعه. منو؟ ها؟ منو؟ انت يا تو في الجامعه. جامعه؟ اي 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 انا عندي اصحاب كتار في الجامعه. اها عندك قروش هسه انت؟
ها؟ قلت لك عندك قروش، عندك لما يكون طوال لما يجيب لك سيره القروش اعمل ايه؟ انت كان فكيت لها التليشه دي؟ كان فكيت لها التليشه دي؟ فكها ما درى، لكن واحده طويله كده انت فكها بالطينه بالطينه ما بالطينه يا اخي. ده راح له اروح له منو؟ مره حسيت تجي بس حسيت تجي اصبر انت بس اقعد اقعد وين؟ لا يعني اقيس يعني يعني اصبر يعني يعني كذا. اللهم طولك يا روح. ابراهيم ازيك؟ انا كيف معلم كيف تمام ان شاء الله بخير الله يبارك فيك الله يسلمك يا اخي كيف الحال؟ مصحصح الليله شايفك الحمد لله يا الله والله كله بفضل بخيرك. يا سلام يا اخي الله يبارك فيك. هاي التجم ده شنو؟ ما تخافي منه ما تخافي منه. التجم المبوم ده شنو؟ ما تخافي منه. ده ذات ما بشكوا فيه. لا 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 دقيقة ما تقول لي لا 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 احنا والسوق ده عارفينه. لا 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 انا الأصناف دي ما تجيب لي في بيتي. أفهميني؟ ما تجيب لي ولا لو لقيتك في أي حتة زي الحتة دي أنا هنا أسمع الزول ده ما يجيني في البيت. الحمد لله البراء قلت تجم. تجم شديد؟ الحمد لله قلت تجم. يعني التجم ما في زول. يقول لها مش كذا بمش كذا. أنا ما بعرفه. هما صاحبي. يقول لها مش كذا امشي كذا بس داير منك حاجه بسيطه بس ترجعي لي الجامعه. منو ارجع لك؟ منو ترجعي لي؟ هو الجامعه ده. ايوه ده هناك في سوق. ما يا اخي سوق مبالغه. هناك في سوق يا اخي. افتح الشغل على خليك من البنات بتاعت الداخليه دي يا اخي. افتح ما الشغل. افتح الشغل على الجامعات كذا على الجامعات خليه يكون مفتوح يا ولد. ما تخلغيه وما تخلغيه. يا انت مجنون. انت قايل انا شغلانه دي شغاله ساكت اودي ده جا. انا دايره واحد كده لابس سيستم شعره مبرم كده اودي الجامعه. ده شنو الصلاه اللي هنا؟ ده شنو بعد الجامعه؟ ده شنو ده؟ ده جامعه شنو؟ سيستم ومبرم كده. ايوه طيب ده مظاهر بتاع بتاع بتاع. لا 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 ده مظاهر بتاع بومبو. ما اصحابه كلهم بيكونوا زيه كده بيوزع بيوزع. التجم ده يا هول بيوزع ليه؟ لا 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 انا ده النوع ده انا بخاف منه صراحه. لا انا ما بجيب لك اي هوا يا زول. هي سمعت قال بجيب الهوا يا زول. الزول ده انا الموظفه انا الموظفه انا اللي بحركه. ريموتو عندي ريموتو عندي محل ما داير يتحرك بتحرك. الو دقيقه دقيقه بالله علي انا بس دقيقه. الو ايوه يا معلم. ايوه نعم الكوتا وصلت. لا ايوه جبت موزعين جداد. خلاص كلمه وغطايتها. خلاص 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 قلت لك خليه علي انا. اي خليه علي انا انا بحركه. اسمع اسمع في 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 هنا شويه كده قالوا في حركه في حركه في حركه في في حركه. ده المعلم الكبير ضرب لي هسي التليفون. لا 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 دقيقه دقيقه وين يا حبه؟ يا وين؟ قلت لك قلت لك اخفيها 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 قلت لك اخفيها اخفيها. اول شغل لك اول شغل. يا اخي امسك امسك يا اخي امسك. ده اول شغل لك. امش اسمعني امش البدايه جنب الزقاق ذاك هناك. امش اتحرك يا اخي اتحرك اتحرك. الزمن يا اخي اتحرك. الزمن ما من صالحنا. ما قلت لك تجوم. ما من صالحنا. ما قلت لك تجوم. انا ما قلت لك ده تجوم. يا اخي اتحرك يا اخي عشان تاكل عيش. اتحرك 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 يا اخي اتحرك اتحرك يا اخي اتحرك اتحرك اتحرك. امشي يا اخي يا امشي. في حاجه هنا عندك حاجه هنا؟ لا لا ما اتخلص منها سريع اتخلص منها سريع اتخلص منها سريع. يا حبك اسمعني اي حاجه عندك ها وزعها سريع ها ما تخلي حاجه عندك ما تخلي حاجه عندك. اسمع اسمع في هوا جاي في هوا جاي. ايوه في هوا جاي. شفت ما قلت لك ما تشرب الزفت ده يا اخي ما تشرب الزفت ده استا ما شغال يا اخي. ها يا اخي ها الطلبه كيف ها الطلبه كيف؟ ما تجينا بحاجه ها؟ تعال فاضي. شايف يدك شنو انت شايف شنو؟ لا ما في حاجه مش؟ خلاص امشي 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 امشي. البنات 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 وينه؟
يلا وين الصحانة والكبابي دي وين؟ الكبابي اللي خدناه هنا؟ لا 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 العدة أيوة العدة العدة أيوة العدة نادي على العدة الدستة بي هنا أيوة أروح أروح أنا يا أي حاجة يا خمسة أروح العدة أيوة تعالى أيوة ودي للخالة ودي للعمة أيوة ودي لي يما الله لا علينا جاي وي حاجة بالرخا يا أبو الرخا أبو الرخا ودي للخالة ودي للعمة ودي لي يما جبت وستة كبابي جك وستة كبابي جك وستة كبابي الو 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 دقيق خلاص انتهت ال يعني نواصل شغلنا عادي جدا يا معلم حاضر يا معلم خلاص التجم التجم يا التجم خليتها وين يا شقي منو الشنطة وين الشنطة منو الشنطة الشنطة خليتها وين يا تو الشنطة قال لك الشنطة خليتها وين؟ فتحتها بس عملت منها واحدة طويلة ما علي ما علي ما علي تعال هنا يا أخي بوظت أعصابنا يا أخي لا حول ولا قوة ما بوظ أعصابنا يا أخي شغلانة دي يا أخي ما بينفع معاه بوظان الأعصاب اسمع ما ناي ما ناي شنو ما ناي الشغلانة دي الشغلانة دي طب سكر ها ها يا حسين بتخاف من بتخاف من الطاره عم يشلمها في المخزن هاي واقفله كويس المفتاح جيبه جاي جيبه هنا امشي اسمع في واحد قاعد في الطرف عليك الله يجيبه معاك ها الطرف شنو يا اخي ما 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 تبلع ما تبلع علينا اثناء الشغل ما بالع ما تبلع ما تبلع اثناء الشغل ولا تشرب ليش هذا؟ ده حركة عبدو ولدي ذاته منو؟ عبدو ولدي عبدو منو؟ شفته؟ عبدو ولدي شفته يا سامية؟ أنا سمعت كلام تحت تحت كلام شنو يا أخوي؟ سمعت كلام تحت تحت أها هسا ده بس حركات عبدو ولدي بس هذاك عبدو ولدي هسه في المستشفى بسبب الادمان والمخدرات اللي بتعمل فيها دي انا هاي انا يا راجل هاي انا هاي انا كلموني انا دلالي هاي قالوا دلالي فوق فوق وتحت تحت بتبيع المخدرات لا 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 احترم نفسك يا زول انت ما عليك انا سالتك انا سالتك سالتك انا اسالني انا أسألك انت هاي انا جاي كتي انا ما جاي لدي انا جاي كتي جاي لنا هاي جاي كتي دي هاي اعرف رب اولادكم واعرف لم اولادكم الحاجه دي عندي انا براي اولادنا والله دارين نتربوا لكن عينتكم دال تخلوني تربوا عينتكم دال بيلاقوهم في الجامعات ويلاقوهم في الشوارع ويلاقوهم في الاحياء وبيصفوهم حاجات افكار زي دي هم متربيين اسال مرضك قاعد تجيني في البيت وقاعد تشوف العده وقاعد تشتري مني انا ما عندي حاجه ثانيه انا ما عندي حاجه الحاجات تشوفها في حته ثانيه يا جماعه ما تتهموني ساكت ما تتهمني بالباطل اوعى يكون مرتي ذات عملت لها حاجه في شاي ولا في جبنه دارت تغطس حجره برضه تلحق ولدي عشان كده المره كلامه كيف معي كل ما اتكلم معاه مضب لنا وتمشي بالراحه ويقول لي ما تعمل لي ازعاج ما تكورك لي في اذاني وانا بتكلم بالراحه قبل اللي دي حبه حبه ها حبه وخدتها بالجبنه لا لا من قبل لما رديت انا انا قايل حبه اسمع يا هدى يا هو زيدة اسمع زيدة اسمع ما تعمل لي مشاكل اعمل لك مشاكل شنو ما تعمل لي مشاكل في المستشفى وانا مالي مالي ولا لا انا راقد في المستشفى انا ما مشان زرته ما مشان شفته ولا لك دي الحاجه دي عاجو فيه عاجو فيه وسع امشي شوف مدري امشي شوف جامعته امشي شوف اصحابه انا شنو ولا لي شغال يسوي في مصبعه كذي ولا شغال اسوي يسوي كذي يسوي كذي ها النهار كله شغال كذا لك حاجه هاي ولا ده جابني انا هنا ولا ده لا ولا ده جابني انا هنا ولد هو اصغر منك يعني جيبك انت كيف؟ اقول لك حاجه خجل. اقول لك حاجه هاي ولد ده جابني هنا ودي نتيجه تربيتك انا راضي اقول لك حاجه تربيت انا؟ ايوه ده ما تربيت انا ده اديته علمته علمناه علمته اصلا راقد في المستشفى يعالجوا فيه يا اخي حرام عليكم يا اخي قدامنا ولادنا كلها صرفنا قروش ما فضل البيع بتناه يا اخي البيع ذاته بعناه يا اخي حرام عليكم يا اخي حرام عليكم اللي بيسووا في ديته والمرض يا اخي ليش يا اخي؟ تسمموا الناس وتبيعوا لهم في
الحاجة بتخليهم ما يفهموا ماشي لزول كان جاي كلمة ماشي كلمة يفهموا ولا فاهمين أي حاجة. هسه زول ده منضم لي كله كله منتهي. زول منضم من الناس شنو؟ هسه مالي ما موتة أنا، أنا مالي ما موتة. ما أنت، أنت ما قالوا ناس دمه منتمش معاه وناس دمه ما تمش، ذاك أظن دمه ما مو ماشي مع القصة دي. يا ولدي ولا دي لا. لو أنت ده يا تو أنت أه شو ها مو قاري زي حاجة. أنا أتكلم معي يقول لي يا تو منو؟ بس هو حركات ولدي عبد الله والله عادي لما أنت يوم ما تنقل عادي والله عادي عادي أنت ليش أني ما في؟ أنت ليش أني ما في؟ هسه ذاك هو عادي؟ متنقل بس الليلة الليلة فرط في العيار حبة. أمشي تعالج يا أخي أمشي تعالج. وين؟ قلت لك يا إبراهيم أي يعني تلفون أنت تعال رجالك ده كله ما نجي هنا نعطي لنا ماله؟ أنا عارفة يا أخي باقي لي في العزيز ده باقي لي في العزيز الله يقطع ولا يقتلوا الراجل ده داير الراجل ده عارف؟ نوضبه؟ وضبه اوضب لك حنان وضبه طوالي اسمعني يا عبا هاي ها؟ شنو انت كمان؟ اسمعني جابت لها دفير؟ جابت لها دفير هذول جابت لها دفير اه جنابه يا هندل تعال اه يا عم علينا وضع علينا ابراهيم ابراهيم فعلا والله المخدرات انتشرت في الجامعات وبقت مشكله كبيره في اولاد بيكونوا من اسر طيبه لكن بيتلموا على ناس غاستو والناس اللي بتاير بالمخدرات بيخربون على اهلهم. المخدرات انتشرت داخل السودان بطريقه كثيره وبطريقه توسعت شاشه بندي شرخه حبوب في الجامعات. ندعو للجميع على الاباء والامهات يعني يعني مراقبه ابنائهم ما يحصل ومراقبة ضعفاء النفوس من 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 الذين يساعدون على تدمير الفئة من شبابنا ومن أبنائنا. طبعا إذا تكلمنا عن المخدرات أول شيء بيجي نتيجة عن فراغ وعدم العمل، وإذا كان الشباب وجدوا فرصة للعمل أكيد إنه بيكون في مجتمع سليم ومعافى، فهذا الفراغ ده اللي بيعمل هو نتيجة لاستعمال المخدرات واشياء كثيره. في راينا برضه انه المسؤوليه بتقع على المجتمع السوداني فقد جزء من قيمه وعلى بشكل كبير على الـ على الـ على المنزل واولياء. اسمع يا ابراهيم هسه انت جاي طوالك من الصباح يعني؟ قد خليها تجوط عليك الله. اها يعني كل يوم انا اتقلب البودره دي مجاني؟ البودرة دي غالية جدا يا ابراهيم يا اخي، بعدين تعال يا اخي السنة ثلاثة شهور يا اخي بيت البيت، بيت العربية اللي مجاد وبيت الركشة يا اخي، طوالي كل يوم انت يا اخي تلهط تشم تاكل ما بتجيب حاجة يا اخي. لا انا اقول لك حاجة، ما قلت فرد ونحن اخوان واكلوا مع بعض وكذا. يا اخي اخوان لكن كمان ثلاثة شهور يا اخي وانت طوالي تلهط وما تجيب حاجة يا اخي. اسمع يا اخي كده انت اسمع كلامي انا أه؟ انا يا اخي بوريك تعمل شنو عشان نستمتع بحياتنا يا اخي. ايوه دارين نستمتع يا اخي. انت يا اخي وارث عندك بيت حدادي مدادي، انت واختك بس قول لها دار حقي يا اخي شيل حقك خلينا نستمتع يا اخي. انت عندك شنو يا اخي؟ ما انا وانت بس، لا عندك مرأة لا عندك اولاد. بيع البيت يا اخي خلينا نستمتع يا اخي. والله في بودرة جاية اقول لك جديدة. قول والله يا زول خطيرة خطيرة. هاي يا اخي عشان ارتاح يا اخي. وجاز وين لقيتها وين؟ اداني لها واحد صاحبي وراك الحتة؟ والله حاجة خطرة لكن غالية بس يا زول. ثلاثة شمات بثلاثة مليون. يا كم؟ شمة مليون دي بتاعت ناس تمام تخش الراس. عشان ما دي بتقعد ولا بتمشي؟ تقعد تقعد معاك يوم كامل. يوم كامل؟ هاي يوم تخليك كامل سعيد تخليك طاير كده طاير طاير بس اخليك يلا طير معاي وامشي جيب لنا القروش يا حبيبي. لا 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 ما تعمل لي كل هذا قديم دار الموني يا زول. الموني بيجي امشي طوالي امشي لو في بضاعه نظيفه لا دي خطره خطره شديد خطره شديد. انت جربت البتاع يا زول؟ جربتها عليك الله. بس انت اقنع اختك دي بيع البيت وبعدك تعال لي ويس. ترتاح تستمتع تطير كده في الجو تحس بانك انت عايش فوق فوق معلق معلق طوالي معلق في سمو. ايوه اسمع كلامي. ايوه تخش البيت ما تضحك
سر يا طوالي اما تجي سر وشك وقول لها انا داير حقي ما تقوم تقول لك البيت ونسكن وعيش وطعميه وكلام ما تاكل راسك ها؟ اهرجها انت الراجل انا تاكل راسي مره؟ هاي ايوه خليك كده خليك مكرم ما تديها فرصه الورق تشيل الورق شهاده البحث ايوه تجيبها لي انا عندي سماسره اصحابي ببيع طوالي نديهم الورق ده بكره بعد بكره ايوه اقبض هنا ووو اقول لك حاجه خليهم يجوا يفتش البيت السماسره بتاعتنا دي خليهم يجوا يفتش البيت ما معتاج تفتيش بس جيب لي الورق واغنع اختك بس الباقي خليها علي ما عندك مشكله الليله دي دار نتيجه امسك في زول قوي الزول خليه اي الليله الزول خليه كيف يا اخي انا بايع لي جميع اسمع يا حبه ده عندي انا مضمون مضمون يا زول الليله اها ما تجيني ساي كويس ما في شم الليله كم ما جبت معاك الورق يا زول بيجي ما تجيني ساي اعتبر نفسك مسطول مين انسي ابراهيم يا اخي ركز معي مركز والله الليله من مشيتك من هنا ناسي تمشي على اختك دي طوالي في البيت فوق فوق يقع فوق فوق يا هرش هرشه ايوه هرشه للخرشه بس عليها انا رايح ايوه يلا يا زلمة ابيع البيت هاي ببيعه ابيعه كيف كيف ابيعه للدي هاي لكن الكلام ده ما خطا ما خطا والله خطا انت جربت الحاجه دي ما جربتها ولا طيب وقت ما جربتها بيشنفها ليه يا اخي وان شاء الله ما اجرب اساسكم ببيع البيت انا ها ان شاء الله ما اجرب كم ببيع البيت كده اقول لك حاجه هاي نلف لك واحده كده بمزاج كده ابراهيم ازيك شفت معاك الضيف ده قلت ان هنا جيتها وقتها ومركتها انت كيف يا ود امي؟ ما كويس سجمي مالك ما كويس سجمي مالك؟ انا داير قروش يا ابراهيم يا ابراهيم ما جننتني يا ابراهيم ما فضحتني ما خليت لي حله ما بعتها وما خليت لي صينيه ما بعتها وشلت حاجاتي بقيت تسرق عدتي وناس الحله بقوا ما بجوني يا ابراهيم دار اقول لك حاجه يا سامي هو العده دي حقت امي اللي انا بعتها دي حقت امي الله يرحمها امك خلتها لي منو لكن خلتها لنا كلنا هاي لكن يعني انا شريك فيها يعني زي ما عندك صحن انا عندي صحن زي ما عندك حله انا عندي حله زي ما عندك بوتجاز انا عندي بوتجاز هاي مبيون يا اخوانا من الله خلق وشفت لكم الراجل بخلوا له عده هاي يا اخوانا قلت له لا شلون لا 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 خط كل يا زول انت حقتان العده دي حقت البيت دايره يا يابا اعمل فيها عرسك دايره عرس ليه ما تجيب لي سيره العريس ها ما تجيب لي سيره العريس سجمي اوعد تجيب لي سيره العريس كيفين يعني ولا بعرف اختي الكبيره ولا بعرف اختي اللي انا بلفخ داير تقعد انا بلفخ وبشلد ما عندي اي قضيه بعرس ولا تقول لي عرس انا عندي جزء في البيت ده وداير حقي بس تاني جيت لي للبيت تاني جيت البيت 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 ده كان كسرت رقبتك كدك كت ما ببيعه تاني وثالث ورابع كمان امي الله يرحمها وسطتني وقالت لي ابراهيم ده كان كدك وقع في الواط البيت ده اصلك ما تبيعيه وسطك صح قالت لي ابقى 10 عليه قالت لي ابقى 10 عليه ابقى 10 عليه ابقى 10 عليه ابقى 10 عليه للنهايه ابقى 10 عليه للنهايه انا ما باقي عليه كيف البقيان ده ذاته يا ود امي قالت لي اخوك تعرس ليه ويجي بيع اولاده ويقعد معاك في بطن البيت كلمتك 60,000 مره كلمتك 60,000 مره ما تخليني افقد اعصابي لا ما تخليني افقد اعصابي قلت لك يا اخي زرت العرس دي ما تجيبي علي حاضر العرس دي ما تجيبي علي مالك يا انت عارف يا ابراهيم ما بعرف انا ربيع البيت وداير حقي داير حقي في البيت ده داير اقول لك كلمه واحده اسمعني شفت انا بقيت الليل والنهار قاعده في البيت ده براي زول من الحله دي ما بجيني سالت النسوان كلهم قلت لهم يا اخوانا مالكم قطعتوا كراحكم مني مالكم ما بتجوني يا الجيران ومالكم ما بتجوني يا الحبان يا زول كده احسن ذاته قالوا لي عشان ابراهيم اخوك بسطول طوالي اقول لك حاجه يعني دايراني يعني مثلا اخليها لهم يعني ما تخليها والله لو لحسك وعن هيا يا ود امي لو لحسك وعن والله ما خليها لهم ما كفاك يا ود امي ما شبعت يا اخوي ما شبعت من الحاجه دي كفاك طب لوجه الله ده ما بيشبعوا منها دي بقى ما بيشبعوا منها دي ما بتنشبع منها هسي دي نختصر الكلام وديني حقي في البيت عشان نمشي امشي اشتري بيه بيت
اشتري بيه بيت. والله كان كسرت رقمتك ما اديك، انا ماشي لجارنا محمد ده ابويا الله يرحمه موصيه علينا ماشي اشوفه. انا الاوراق عندي، الاوراق عندي وبتصرف، الاوراق عندي وبتصرف. بالله قالت ما بتبيع البيت. والله والله تبيعه كده دي بس دايره. انا مش حق من حقوقي، حق من دار اعمل به اي حاجه. عندها حق برضه، عندها حق شنو؟ عندها حق، اديها حقها، اديها شرعي. ده ما حق شرعي، اديها حقها. هلا راجل اديها حقها. انت بتعرف تجيب حقك كيف؟ لكن هي تجيب من وين؟ اديها حقها تعيش. لا لا هي تجيب من وين؟ تجيب من وين ماما؟ تتاير باقي القروش دي؟ ما تتاير، تتاير ليه؟ اها ما تتاير انت، هي ما تخليها تتاير ذاتها. ها انت ما حمايه، لا ما انت ما تحميها، انت ذاتها وتسك السمحه. يا زول يا زول، هي اكبر مني، هي اكبر مني. فرضنا انه اكبر منك، اكبر مني. هاي هي ما اكبر منك. هاي انت ما راجل، انت ما راجل. ها مسكين وين يعني؟ فرض ما اقول لهم مزاقه. اي مره حتسكن وين يعني؟ تمشي تشتري لها بيت صغير. انت ممكن تقعد في الشارع تراي، تقعد في اي محل، لكن هي مره تمشي تشتري لها بيت في اي حته. تشتري لها بيت في اي حته حتكون ساكنه برا. تشتري لها ايتو ما يسا ايتو قاعده ايتا. انا محتاج القروش، ما اقدر الا قاعده في بيت. محتاج القروش انا في بيت بعد اكثر سكنه. محتاج القروش انا خلاص برضه محتاج للبيت. ها بنت مستوره هي محتاجه للبيت، لكن تراي ممكن تنوم في الشارع. ده ما بنوم في الشارع. ها هي وليه. ها هي وليه. شنو؟ قال لك منو؟ ها؟ أنا المسؤول منا؟ أي ليه مسؤول منا؟ مسؤول منا. وأقول لك أكبر مني، تقول لي مسؤول منا؟ مسؤول منا. أي أنا القروش محتاجة؟ كم قروش مختار لها لازم يكون مسؤول منا. أنا ما عندي بها قضية يا زول، هي ما عندي بها قضية. حرشتكم؟ حرشتكم؟ لا لا ما حرشتكم. أي داير بين شنو؟ القروش؟ داير بين شنو؟ القروش داير بهم، داير بهم. لا وريني، ما تقول لي داير بهم وداير بهم. وريني وريني اغنيني عشان تبيع البيت. انا 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 القروش، القروش دايرهم. داير بهم شنو؟ وريني بس. دايرهم لي مزايده، لي مزايده. مزايك مزايك على حساب اختك. لكن على حساب اختي هاي. طيب بس انا بنفق عليهم منو؟ الوكيل منو؟ تقعد وين؟ تقعد في البيت، تأجر لها بيت ثاني. تأجر منين؟ تأجر من القروش اللي بيجيها من البيت ده. هاو كان كملت، كان كملت، كان كملت خلاص. ابراهيم ابراهيم مالك عم تجوط يا اخي؟ ما دام ابراهيم يا اخي صوتك برا يا اخي وتكورك وتسوي يا اخي. داري بيع البيت وقاعد يخطب الشارع. ده كله عشان يعدي دماغه. ده معقول يا ابراهيم يا اخي؟ معقول يا اخي الناس كلها تشتكي؟ يا بابا تفتنا يعني؟ يعني؟ يا ابنك انا بقول الكلام الصح. هذا خلاص معلش 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 خليه خلاص خلاص معلش. خليك قدرنا نتكلم معه. ابراهيم انا اقول بسم الله. بسم الله. اول حاجه انت دار تبيع البيت ليه؟ ده السؤال. دار ابيع البيت عشان دار اتصرف، انا ما عندي مصاريف. لا في زول عشان دار يتصرف يبيع له بيت حدادي مدادي عشان مصاريف؟ ما بتجي يا ابراهيم يا اخي. بعدين دي اختك يا اخي، دي انت مفروض هي لو ما عندها انت ده تصرف عليها وتسكنها وتاكلها وتشربها وتاكسيها. انت المسؤول منها، انت الراجل يا اخي. يا المراه عيب يا اخي. انا بقيت عالي على اخواني واصحابي يا اخي. انت ما عارف عليهم يا اخي. لا لا انت دار تعمل شنو؟ انت مثلا البيت لو دار تبيعه، دار تستثمر مثلا، داير تعمل مثلا مشروع، دار تبيع مثلا نص البيت عشان تعمل به حاجه والبيت الثاني يتبني مثلا تاجره، يعني تاجر النص تلقوا قروش، يعني مثلا مشروع حاجه تجيب قروش، لكن تبيع البيت كله. اها بعد ذاك تشتغل في الدهب. هاي امشي الدهب، امشي الدهب تشتغل. خليك راجل، راجل تقدر عجر. هاي انا امشي الخلل هاك. هاي ما انا ما تمشي، امشي الخلل هاك. ما هو امشي الخلل ان شاء الله. الخلل مع الرجال، الرجال السودانيين. عندك نخوه؟ ما يا زول ما دار تمشي تقعد وين يعني؟ تمشي تقعد، تقعد وين يعني؟ تمشي تقعد مع ناس خالتها. ليه الناس يقولوا على شو؟ ها؟ يقولوا على شو؟ انا ما دايرة. احنا من ضمن السودان ده. الراجل يا اخي شوفته كيف ما دايره. لو ما انا خلوا لي، انا كان انا بغنوا، انا بغنوا كذا. خلوا لي حاجه ما بتقدر عليها. طيب بدرع كفاها شنو؟ تقدر على تبقى راجل عديل، يا تسمع الكلام الفارغ والكلام الفاضي، تبقى زول عديل كذا راجل. اما نحن نمشي بيت الدين دي محمد صلى الله عليه وسلم، وخلوا المخدرات وخلوا البنك وخلوا الكلام الفارغ ده، ده كله كلام ما عنده موضوع. اصلا قال بسم الله الرحمن الرحيم، مشى الجامع صلى، طبعا نستجيب دعاء، يقول لا اله الا الله، اسرع مرض صدره ده تقدر، والله راسه ده تفكك، يدعى الدعاء يجي منه ثاني. البيت قاعد الزول يكون البيت يجيب من وين؟ البيت بجيب لك من وين؟ انت لو كنت لك مصيبه ابقى راجل. اول حاجه الرجال قوامين على النساء، انت دي اختك. هاي وانت في نفس الوقت شنو؟ انت الرجل، يعني انت بتقول انا ما امشي الخلا عشان ما اشتغل فيه، هل تمشي المراه الخلا وانت تقلب في البيت؟ غلط.
انا ما داري اشوف مزاياها يا اخي. لا ما مزاجك مزاجك معناته انت اذا ماشي بالشرع وماشي بالطريقه الصحيحه ما بتضرب اختك من البيت وانت تمشي تشوف مزاجك تمشي مثلا تسكر او تمشي تلعب او تمشي تعمل عمل ما يرضي الله. انت لي اختك وانت مسؤول منها امام الله لانه عرض. الزول ما بيبيع عرضه ولا بيدعوه ولا بخليه في الشارع. يعني اتوب يعني اتوب انا؟ تتوب ترجع لله يا اخي تتوب ترجع لله رب العالمين. نعم. نعم وذنوبك اللي عملتها دي كلها ربنا بيغفر لك اذا بقى زي قدر سمد البحر يغفر لك ويعمل لك حسنات. تتوب ترجع لله رب العالمين. كتر خيرك يا حاج والله ما قصرت. خلاص يا ابراهيم افتكر كلام الناس ده كلام واضح. كتر خيرهم بارك الله فيهم كلهم جوا دخلوا في الموضوع ودي اختك وربنا بيسألك منها ولازم انت تقيف معاها والبيت ده يا اخي يقعد تأجره وتعمل فيه مشروع تفتح فيه دكان تعمل فيه اي حاجة. تمام تمام اتفقنا. ايوه يا اخي اقول لك شنو اتفقنا اتفقنا ايده وما اعرف انت دار تعمل شنو البيت دار بشنو انت دار قروش يعني داير قروش هاي؟ انا بوريك افكار تمشي تعمل مشروع تجيب منه قروش البيت ده كده خليها على جنبها خليها على جنب البيت ده كده تعال. وبع علي محمد وبع علي ردني كان بيحت البيت وردني كان بيحت البيت. ابراهيم اخوي مالو ابراهيم ابراهيم اخوي كتل له زول مش سرق كتل له زول مش سرق كتل له زول. انتم خايفين منها ذات ما قلت لكم السجن ده بسجم الزول يخليك يا اخي المخدرات دي قلت لكم كعبه بخلي الزول يسرق وتخليه يشيل الذهب وتخليه يخطف ويقتل الناس هذا كده كلام اخوان شنو ده يا اخي شوف لي محامي شنو زول كتل له زول ثاني محامي الله يبارك في ذاتك انا قلت له ما تباري الجلاله ما تباري الناس زي الناس الكعبين دول ما تباريهم ما تباريهم بغتش حجرك بغتش حجرك وامير خلاص امير صاحبي تعرف شو شو امير مالو امير شرد من سبع ابراهيم قتل الزول شرد طوالي قلت لك تعال بيع لي البيت خلنا ندور المحامي طلع اخوي من الهنا لا حول ولا قوه الا بالله بيت شنو هو البيت بيحل لك يا حق انا نشوف نفهم الموضوع وندرسه اول حاجه واعمى شنو الزول انت متاكد منه مات هي قالوا لي الراجل مات قتل كله كله قتلنا بس وابراهيم اخوي سابوا ناس الشرطه قدام عيني لا حول ولا قوه الا بالله ها ادي سك ادي سك ما تحقوك قتل لك قتل لك زول الزول مات ولا ما مات؟ بين 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 الحياة بين الحياة والموت. لا قالوا مات. يا سلام بين الحياة والموت. قالوا مات ولا ما مات؟ الزول 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 أول ما. كده كويس كده كويس. أيه الزول الزول أول ما جاء هجم علي أنا كنت بس جاي أشيل القروش فما في طريقة غير إنه أضربه ضربته ضربة أي بس ضربة وقعت لي في الرأس. وقعت لي بالراس بالسكين هاي ده كله عشان تمشي تشرب مخدرات مش كده؟ لكن قبضوني وانا زقت منهم هربت منهم زقت منهم شنو يا اخي رايح الشرطه ما فتشوا رايح الموضوع فتشوا جيبي احسن من قبضوكم فتشوا جيبي لقوا في وين ثلاثه يا اخي ان شاء الله ما مشكله المخدرات ما فضيحتي ما فضيحتي المشكله كتر روح يا اخي ما قلت لك يا ابراهيم رايح نساوي الموضوع رايح مش الشرطه لا عين انت لو قعدت وجا قبضوكم بتبقى ده موضوع لكن لما مشيت لهم براك بتبقى انت سهلت على نفسك كثير انا ما بسهل على نفسي انا بسهل على نفسك احنا بنقف معاك رح انا معاك بنقف معاك انا خلاص بيع البيت ندفع الدية ما في داعي انه ما في شيء زاد يخليه انه يشرب بانجو ويتسطل ويعمل كده ليش شنو هما زور راجل وعنده اخته برا قاعده في البيت المفروض هو يعينه ويقف معاه ويعرف انه الحاصل على شنو لكن انه يمشي يقتل زول وبس يدخل نفسه في جرجره وحيتعب اخته الفقر والبطاله وكلها هي بتجيب شراب المخدرات والمشاكل الاجتماعيه وعدم واللي هي ثاني نذكر عدم العداله الاجتماعيه بتجيب مشاكل وبتوسع الجهل بنسبه اعلى في السودان ويجب يعني كل الشباب وكل الجيل القائم الناس توعى والدولة توعي الناس والله طبعا هي المسألة أصلا مسألة بتاع التربية والوالدين أصلا ابتعدوا من المسألة دي وبقوا المسألة مسألة حياة ومعيشة وقبوا ما بربوا أبناء ولا بيهتموا بهم ولا بينصحوهم عن الصلاة ولا عن الدين ولا عن أي حاجة وطبعا الأصدقاء طبعا أصدقاء السوء برضه لهم ضرر ولهم مسألة كثير والمجتمع أصلا بقوا مجتمع فاكي ليه لأنه شنو الناس بقت تتابع القنوات الفارغة بقت تخلى قنوات الدين والقنوات السمحة وبقت تمشي للمساجد وتتكلم في الكلام الصح لان اي زول بقى هنا دار ينسى ودار يشوف محل عيش ودار بذا لكن نص الدنيا ونص الاخره بيحصل فيها شنو بعدين المخدرات طبعا عادات سالبه
وضاره بالمجتمع وبتدمر وتنتهي من الشباب مره واحد. مفترض يكون في توعيه من الدوله، جهات توجه الشباب وترشدهم باضرار المخدرات وبانواعها. الحكايه اصلا بتنتج من عامل التربيه واصحاب السوء، وبعدين يعني الشغله دي لما تدمن عليها انت بتعمل اي حاجه زي ده. السي قام قتل، بعدين ما قتل حيبيع البيت، واخته دي بتتهمل، وزي ما ضاحي حتضيع اخته برضه بتمشي تعمل نفس الحكايه وهناك، وبعدين اصحاب السوء دول يمكن يعملوا لك اي شيء.